نستقبل سوا بالاستوديو الفنان رؤوف البلباسي. اهلا وسهلا فيك رؤوف. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير رؤوف. صباح النور عليك وعليكم المشاهدين. يعني شو هالطله الحلوه بيوم جديد؟ الله يسعدك يا رب. مبروك مبدئيا فوزك بالمسابقه. الله يبارك فيك. حابين نحكي بتفاصيل كتير منها، اللي هي انت فعليا حاولت قبل ما تفوز بهاي المسابقه والاشتراك فيها ان انت اشتركت بمسابقه او حاولت تشترك بمسابقه عرب ايدل وذا فويس، بس بسبب الظروف اللي مفروضه على قطاع غزه منعتك فعلا ان انت توصل لهناك. مزبوط. خبرنا اول عن تجربتك وكيف فعلا حاولت ان انت تشترك بالبرامج، وشو اللي هو فعلا اللي منعك غير طبعا الظروف المفروضه على غزه، وعن تجربتك كمان بهاي المسابقه. تمام. طبعا بالبداية أنا بغني تقريبا من 8 سنوات أو 9 سنوات وبعزف عود، بس حبيت يعني أنه أنا يكون هيك، يعني أنا عندي في غزة فرق موسيقية وبغني، بس حبيت يكون الشيء يعني أكبر شوية. فسنة 2015 سجلت بأرب آيدل، تمام، وتواصلت مع لبنان، حد في لبنان وهيك، وانقبلت. وساعة الكاستنج كان المعبر مسكر، قلت مش مشكلة يعني بقدم السنة اللي بعدها. بس 2016 برضو قدمت في عرب ايدل وانقبلت والمعبر كان مسكر، برضو قلت مش مشكلة. سنة 2017 قدمت برنامج ذا فويس وبرضو انقبلت والمعبر كان مسكر. اوف. يعني انت قدمت في الفترة اللي انا قدمت فيها على عرب ايدل اللي هو سيزون 4، صح؟ مظبوط، ايوه. آه. بس عاد شوي امور المعبر عندنا بغزة يعني صعبة. هي كانت صعبة بس أنا برضو كانت المعاناة بتاعت من الأردن. حلو إصرارك يعني، وأكيد نحن بدنا نشد على إيدك ونقول لك إنه كمان قدم بعد مرة، ويلي عنده مثل أكيد. صوتك أكيد لتكون عنده إصرار كتير كبير. أكيد. رؤوف يعني بما إنه ماسك العود حضرتك، وهلأ سمعنا نحن الكليب، ولكن بنسمع شي لايف ببداية اللقاء مع حضرتك، شو بدك تغني لنا؟ تمام طبعا، خلينا هيك بالبداية نبدأ بشيء هيك فلسطيني تراثي. معك أكيد. ميجانا حبك في قلبي يا وطن، وإيدي على سلاحي أحلم برايات النصر وأحقق فراحي. ساق الله يوم، ساق الله يوم، ساق الله يوم، ساق الله يوم، الشمل يلتم السمرة صباحي، العتاب ومجنا زريف الطول والثوب فلاحي. تسلم يا أغلى وطن يا بلسم جراحي، تسلم يا أغلى وطن يا بلسم جراحي، يا با 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 إيه يا عيوني. يا بوك ذيل من ثوار
مشيك دلال وغندار زينك ما شفته بالعار ولا بصارة يا معمار زينك ما شفته بالميد زينك غالب عذب وحيس والبيض يوما يلبسي والبيض يوما يلبسي زيدن عالصمر غندار يا بوك ذيني من أثوار مشيك دلال وغندار زينك ما شفته بالعار ولا بصارة يا معمارة. الله يسلم تمك. يسلمنا الصوت ما أحلى. شفت يعني غزة. يعني غزة بتصدر كل الفنانين والمواهب الحلوة كتير رؤوف يعني عن جد أطربتنا عند الصبح. بجنن صوتك رؤوف يعني شفت إن أنت بتعزف على العود بطريقة حلوة. أنا عندي معلومات بتقول إن أنت بداية مشوارك بالغنى كنت تعزف على الجيتار. مزبوط. وهي كانت بدايتك تقريبا الوالد هو اللي شجعك كمان على العود. أكيد المخرج. بوجه له تحية طبعا لكل أهلي الفنان زهر البلباسي. أيوة خبرنا عن تجربتك أنت بعزف الجيتار والعود وكيف فعلا دخلت بجو الموسيقى. تمام. طبعا أنا بالبداية كنت بغني بس بعزفش بس حبيت يعني إني أنا أعزف آلة موسيقية مع الغناء. كان في إلي يعني أخويا رامي بيعزف جيتار شوية. نعم. هيك فكانت الآلة المتوفرة عندي بالبيت أخذتها وحاولت أعزف عليها هيك شوية عزفت بس ما بدي شيء شرقي يعني بدي شيء غربي. هو اشترى لي والدي العود بعد هيك واخذني احد علمني شويه يعني ومن ساعتها وانا يعني بعزف عود. ما شاء الله حلو كثير. نحن اكيد بنسمع شيء ثاني من حضرتك ولكن قبل باختصار رؤوف بس خبرنا شوي عن مشاركتك والجائزه تبع فرانكو أرب كيف يعني فت على المسابقه وعن الاجواء اللي كانت بالمسابقه كمان. تمام. هو المسابقه مفروض في شهر 3 السنة هي بس شهر 3 تأجلت عشان الانتخابات المصرية. وكويس انها تأجلت عشان المعبر يعني قدرنا نطلع من المعبر. الفترة هاي اخذتها تدريبات على الاغنية ما كانتش يعني شيء سهل اغنية شوية صعبة. وصلت شرم الشيخ قابلت مع المشتركين المتسابقين من كذا دولة عربية يعني. والحمد لله كانت يعني كان في تشجيع لي بشكل كبير من حلو. من مصريين ومن ناس عرب يعني فلسطينيه كمان اكيد. والحمد لله حصلت فلسطين على الجائزه المرتبه الثانيه في المهرجان. اكيد طبعا يعني بتستاهل رؤوف. احنا حابين نسمع يعني الاغنيه اللي تم الفوز فيها في هذه المسابقه قبل ما ننهي الفقره. تمام. هي اغنيه اسمها احضن الحبايب عبد الحليم. أيوة. ملحن الفنان محمد الموجي. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك رميت نفسك في حضن ساكل حضن حزن 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 حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا
تسلم هالصوت، تسلم هالصوت، يعني الرجيه جوا كلهم عم بيزقفوا لك وكل المبسوطين منك. الله يسلمك يا رب، تسلم. رؤوف، يعني قبل ما نختم معك حابين نعرف شو تطلعاتك المستقبليه وخطواتك بعالم الفن. اكيد يعني حضرتك شاركت او عملت العديد من الاغاني وشاركت بالعديد من الفرق كمان، المستقبل شو مخبي لك؟ وانا عندي علم يعني شويه بالمستقبل القريب شوي. تمام. طبعا هي جائزة المهرجان كانت إنتاج كليب من ألحان يعني ابن الأستاذ محمد الموجي، تمام، وكان عضو من لجنة التحكيم. راح أنتج الكليب هذا وشوية هيك بدي يعني بدي أفكر بألبوم أو إشي زي هيك، يعني حابب أطلع لون جديد أو شغلة جديدة إن شاء الله. أكيد رؤوف، إحنا بنتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله تكون يعني هاي المسابقة والفوز فيها يكون بداية خير عليك في مجالك الفني. إن شاء الله. وأنا شخصيا يعني مبسوطة بوجودك معنا اليوم. الله يخليك، أنا أكثر والله. شرفنا في يوم جديد، وإن شاء الله يعني بنتابع أكيد أخبارك الفنية مستقبليا عبر يوم جديد وقناة الغد. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا. حياتي.